مأدوبة غداء لقوات البيشمركة في بادرة تعكس عمق التلاحم بين البيشمركة وأبناء العشائر. شيوخ ووجهاء عشيرة الزرقوش أكدوا دعمهم المطلق لقوات البيشمركة ووقوفها صفا واحدا. أريد من خلال قناتكم أن أشكر جميع أهالي كردستان كونهم كانوا ومنذ بداية الحرب مع الإرهاب ومنذ 3 أشهر كانوا متواصلين بدعمهم لنا وعلى مختلف الأصعدة، وأخص بالذكر اليوم عشيرة الزرقوش وباقي العشائر، وأؤكد لهم ولجميع الأهالي إننا موجودون لحمايتهم من أي خطر محتمل. نشكر كافة العشائر اللي موجودة بمحافظة ديالى، خاصة عشائر الكردية الذين شاركوا في دعم البيشمركة في جبهات القتال، واليوم نشكر عشيرة الزرقوش اللي ساعدوا البيشمركة في الربايا، جلولاء، سعدية، حلوان. يتزايد يوما بعد يوم دعم الأهالي والعشائر لقوات البيشمركة في حربها ضد الباطل، وليكونوا صفا واحدا مع قوات البيشمركة التي ناضلت ببسالة واستطاعت أن تكون المدافع الحقيقي عن أهالي إقليم كردستان بكافة مكوناتهم. لفضائية كركوك من مدينة خانقين، عباس الأركوازي. كشف استطلاع أجرته صحيفة واشنطن بوست ومحطة أي بي